كل سنة وانتم طيبين. احنا ان شاء الله السنة دي هيبقى السنة العاشرة في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، واحنا بندعوكم لحضور هذا المؤتمر. دايما المؤتمر بتاعنا بتاع الجمعية احنا بنهتم فيه الجزء التثقيفي لصغار اطباء، وبيشارك معنا في ندوات بره قاعات المؤتمر الأساسية، بنعمل لهم قاعات مجهزة للتمريض والصيادلة لما هو احتكاكهم بالأطباء، وخصوصا كمان صغار أطباء. ننتظركم إن شاء الله من أول يوم 30 أكتوبر و1 نوفمبر و2 نوفمبر إن شاء الله للحضور، وإن شاء الله نستفيد كلنا مع بعض.